ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. الرحمن الرحيم، اهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، معنا في لقاءات الدوري الاسباني للموسم 2020-2021، هنا بالتحديد في معقل نادي برشلونه في ملعب الكامب نو وفي اطار الجوله 9. وكما يعلم الجميع هناك لقاءين مؤجلين لنادي برشلونه بعد طبعا مشاركته كان في ربع نهائي الشامبيونز ليج. مباراه اليوم وبرشلونه طبعا في المركز 13 برصيد 8 نقاط، هذا هو الخبر. ميسي على دكه البدلاء وسط يعني عدم رضا عما قرره كومان وعما يعني رايناه منذ لحظات طبعا. وبالتالي مباراه اليوم يعني كانت من الممكن حول ممكن جريزمان يفتتح التسجيل. جريزمان الكره الحلوه هذه امامنا، هذه كومان في هذه المباراه. تشكيله ريال بيتيس الفريق الاطول، امامنا الكره من بيدري، هذه امامنا المراهنه على اللاعبين الصغر تعلق تير شتيجن، وامامنا هنا الهجمه الخطيره لك على طول في 6 لقاءات. ادي امامنا هنا استلام على طول ديمبلي يرسى ايضا منطوق في مباراة كف البارسا، امامنا هنا البارسا عايز يسجل، ادي امامنا هنا انسو فاتي 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 والثاني امامنا هوكسمان وسجل في تلك المباراه هدفين. وكانت امام ريال مدريد بلا اي فوز في هذا الملعب. امامنا انطلاقه من جانب ديمبلي، ديمبلي يعكس كره الخطيره فاتي وجريزمان وديمبلي مع بيدري في غياب ميسي اللي في البدلاء، وكره ثانيه امامنا هو من جانب فاتي، كره ثانيه من جانب انسو فاتي. ميسي هدفين وسجل فيدال، وكان طرد على فكره ركن عهد ريكارد في ديسمبر 2003 من جانب أليك مورينو. بيتيس أول هجمة خطيرة، النيران الصديقة بوسكيت، النيران الصديقة أول ركنية في لكن لما جاب خواكين عقبه واستبعده، وادي أمامنا هنا أليك مورينو ركنية على طول أمامنا من اللاعب كان صورة عصية من جانب اللاعب ويليام كارفاي. ليجا ومنهم 4 دوري أبطال، وباقي بقى كان فوز في الدوري منذ 4 مباريات. ادي أمامنا كرة وكذلك كاماريسا بالإضافة للاعب تلقى أمامنا من جانب جريزمان. البارسا في رحلة الهدف الأول، الأول مش جاي، الأول لسه ما جاء. سجل 19 هدف وصنع كان 10 أهداف، كان ترك المهمة وتولى تروخيو اللي هو المدير، قيل إن هو رفض مرتين. أدي أمامنا انطلاقة هنا أليكس مورينو، لكن فين طبعا ما ظبطتش، عايز يسدد طبعا إن شاء الله لقادة أمريكا الجنوبية. مرة ثانية التمرير على طول مقطوعة من منطلق، عدى حلو قوي ديمبلي ثبت بارترا، ولكن هنا شوف بقى خبرة بارترا وحكم اللقاء يدي ركلة في مرمى ألافيس اللي أمامنا هنا مطالب إنه يكون له حضور. من جانب اللاعب سانابريا ترتد الكرة، تيو هو اللي يعلق ويتكلم عن أسباب ويبرر ويبف. كان في لقاء وحيد كان أمام أثيوبيا 11 موسم 2010-2011، ركنية ثالثة أمامنا، لكن المرة دي كان في الليجا مع نادي برشلونة. أعير إلى طب الهزيمة التاريخية القاسية جدا أمام البايرن ميونخ طبعا. فن لمسة أمامنا من جانب ديمبلي، وسع ديمبلي يوهو هدف حلوة عثمان ديمبلي، يضع الكرة لا تصد ولا ترد أمامنا هنا، سجل في مرمى فرانس فاروش وسجل في مرمى يوفنتوس، لكن لم يسجل في الليجا منذ أن سجل في مرمى إشبيليا في الموسم الماضي. أمامنا هو ديمبلي يضع الكرة لا تصد ولا ترد أمامنا من جانب عثمان ديمبلي الدولي الفرنسي في هذه الكرة. بص هي مسألة وقت، شوف جريزمان المساحة والمجال موجودين، وبص شوف ديمبلي صعبة قوي، كلاوديو برافو، كلاوديو برافو ما يلاقيهاش إلا في الشباك. هدف أول للبارسا بعد 23 دقيقة عن طريق عثمان ديمبلي. يا ولد يا ولد يا ولد، أمامنا هنا ولا هيلعب كرة ثابتة على طول، خطيرة الكرة لكن تعدي، يضاف إلى ألقابه الخمسة في إطار مسابقة دوري الأبطال. مرة ثانية تحرك حلو أو استلام من جانب اللاعب كانيلاس، مرة ثانية في ظهر أليكس مورينو لكن يرجع إلى كلاوديو برافو. عشان كده شفنا نقطة الصمت في بداية المباراة أمام الريال وأمام فالنسيا، واحدة بالكعب جريزمان، مش حظك إيه حظك ده جريزمان الثالثة اللي بجوار القائم، واحدة شمال وواحدة يمين وقرب للقدوم، وادي أمامنا هنا العرضية الجميلة من جانب اللاعب ألا 11 تمريرة صحيحة من أصل 5 لكن جريزمان يضيع. أمامنا هنا على طول الكرات اللي بالعرض، الهدف الثاني يضيع يضيع، هل فيها ركلة جزاء؟ فيها ركلة جزاء، أدي أمامنا الكرة وادي الكرة اللي اتعملت من جوردي ألبا ثم الدخول أمامنا هنا في اللقطة الماضية من عيسى مندي، وأمامنا هنا جريزمان، جريزمان كلاوديو برافو يعيدها مرة ثانية، ركلة جزاء ضائعة، ركلة جزاء ضائعة من جانب أنطوان جريزمان، فرصة كبيرة كانت لتعزيز النتيجة لكن كلاود. لا تشوف الايام القادمه، ادي انطلاقه حلوه قوي من عثمان ديمبلي
مع برشلونة، وبورتاو مع ريال سوسيداد، وسواريز ثانية كرة على طول صاحب الهدف ديمبلي. يا راجل قوية أوي. طب الإسباني الأول بطل أمم أوروبا للشباب في 2003. أنسو فاتي بيدخل في العمق. أنسو فاتي هو رئيس الجولة التاسعة في لقاءين مؤجلين للنسخة الأولى، يعني بعد ما فازوا على كرواتيا. ديمبلي شوف بقى التناغم يرجع مع العودة للجماعية. وادي ياسين ديكل أليكس مورينو في ثغرة هنا في هذه الجبهة. تيو التعادل ضاع، التعادل ضاع أمام وجود سيرخيو كانيلاس اللي بيلعب. طيب ضربة رأسية لولا براعة تير شتيجن. أنسو فاتي اللي كان بادي نشيط قوي. أنسو فاتي بره من الاصل ال21. سكانيلاس لعبة حلوة قوي من تيو. التعادل، التعادل، التعادل ياتي هنا من جانب اللاعب سانابريا، بابلو سانابريا الباراغواني. طبعا لا يحتفل لانه كان من ضمن اللاعبين اللي تواجدوا في نادي برشلونه. يسجل التعادل سانابريا امامنا هنا من ايه، من الشارع الموجود في الجانب اليمين لنادي برشلونه، لان التوغل كان من جانب اللاعب تيو. امامنا هنا انطونيو سانابريا اللي سجل في مرمى إلتشي في المباراه الماضيه، يسجل امامنا هنا في هذه المباراه هدف التعادل في الدقيقه الثالثه من الوقت بدل الضائع. تصبح النتيجة 1-1. بص تيو وتعدي أمامنا الكرة من جانب كانيلاس عشان يأتي بقى هنا. شوط تاني من هذه المباراة انتهت في شوطها الأول التعادل الإيجابي. اللقاء بديلا لأنسو فاتي بيكي في هذا الموسم لنادي برشلونة. ميسي يدخل أمامنا هنا والشوط، ودخول ميسي اللي أمامنا هنا. ميسي لكن يطلع انطلاقة أمامنا هنا من سيرجيو روبرتو. الكرة اللي بالعرض أمامنا على طول. الكرة حلوة قوي يا ولد قلب التفويتة. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، قال لك أنا جيت لك أهو. ادي جريزمان عايز الدعم وعايز المسانده. التفويته احلى بالهدف، لكن جريزمان يسجل امامنا هنا. لكن الكوره الحلوه واللمسه الحلوه والابداع المتجدد من داعم الابداع امامنا هنا. ميسي كله جري على ميسي، وميسي هوش الدنيا كلها وساب الكوره لانطوان جريزمان اللي سجل تاني اهدافه في الليجا. ليك حق تحيي ميسي أمام. لكن كوره حلوه، شوف الهجمه حلوه ازاي، شوف الهجمه. ده ميسي ايه ده ميسي، لو ما فيش لياقه ده بس لو جري كده. مباراه دينامو كييف امامنا هنا انطلاقه حاوله من جانب تيو نقطه الضعف ومورينو. وتشوف امامنا هنا ركنيه ميسي على القائم الاول، ولكن 8 نقاط قبل هذه المباراه. الكره الاماميه المره دي لكن تغطيه ديمبلي الى ميسي مره ثانيه. ميسي يمرر كوسط ملعب جوكر يعني اكثر من مكان ممكن. ادي كره طلعت ثانيه. ادي ميسي المره دي داخل منطقة الجزاء، ولكن المرة دي جاله إيمرش مع دينامو كييف، وقبلها كان مع اليوفي. كرة خطرة جدا من بابلو سانابريا، مشكلة. سانشيز إلى إيمرسون أمامنا هو اللي بيحاول لمسة. حاولات قبل أربعة في المباراة. استلام أمامنا من جانب ولمسة اليد في اللقطة اللي فاتت، والكرة ترجع وقلبة، ولكن هنا نشوف القرار إيه. لمسة اليد في اللقطة اللي فاتت، أدي كرة بتاع ديمبلي. وحكم مباراة اليوم الحكم جيلارمو كوادرا اللي بيعاونه كل من تيودورو سوبرينو واخواته. ركلة جزاء لنادي برشلونة في الدقيقة 61. المقص المقص المقص. يا احيانا احيانا يبقى السكوت ابلغ في مثل هذه الامور، لان ميسي عندما يسجل اكيد بيسجل يعني بشكل جمالي باداء مميز، يضعها باقتدار في هذه الكره وهذه اللقطه. اللاعب البديل اللي بيصنع الفارق، اذا ميسي اساسيا يصنع الفارق، ميسي بديلا يصنع الفارق. وبيحيي كلاوديو برافو لان ميسي ساهم في تحويل التعادل 1-1 الى انتصار وتقدم 3-1، لان هذه الكره لا تصد ولا ترد. ركله جزاء ضايعه من جريزمان، ثم ركله جزاء عنوانها ببراعته وتحركه وتفويته الكره الى اللي طبعا غادر المباراه للطرد. السلام على طول امامنا من جانب اللاعب البديل رايب. احيانا بيكون مخطئ في قراراته. تمريره المره دي من جريزمان، ياخد ثقه يرجع الى ميسي. وادي امامنا بدري، اشاده كبيره قوي بفرانشيسكو ترينكاو. كره امامنا، تبديل قادم، تبديل قادم امامنا هنا. اللاعب لورن استلام على طول من جانب ميسي اللي عايز يعدي. كان لقيته هنا انطلاقه ممكن يخلصوا الفارق الى الهدف الثاني. الهدف الثاني امامنا هنا
في هذه اللقطة لفريق نادي ريال بيتيس. شوف أمامنا الكورة وشوف دفاع البارسا، مشكلة. هدف أمامنا هنا من البديل اللي دخل أمامنا منذ لحظات، لورين ميرون أمامنا هو اللي سجل، قلت حضراتكم في مرمى البارسا ضمن أهدافه العشرة. لكن شوف الثغرة مستمرة في نفس المكان في نفس المساحة، وإيه الأخطاء الدفاعية بتتولى. الأنجليبي يبيع نفسه بسرعة قوي، قلب الكرة اللي جي منها الهدف اللي جابه جريزمان يرجع إلى ميسي. 3-2 النتيجة. مرة تانية تمرير من جانب ميسي، عدى ميسي، تتصلح الكرة، التسديدة رايبل اللي دخل كبديل في المباراة توارز في فترة الموسم الماضي. هذه كرة ألبا الخبينه من لاس بالماس، لاعب من اللعب لقب خطير أمامنا البديل رايبل. لكن شبان اللاعبين الصغار اللي بيعتمد بلا حلوة قوي الميسي. ميسي يا قسوتك يا حلاوتك يا جمالك يا بسطنا يا متعب. هو الهدف الثاني في هذه المباراة. لكن سيرجيو روبرتو إلى ميسي أمامنا هو. شوف قدم بارترا، القدم اليمين لبارترا ممكن تكون مغطية التسلل، وادي ميسي بقى في مرمى كلاوديو برافو. إيه صعبة قوي، لا تصدر، لكن تمريرة حلوة قوي. سيرجيو روبرتو أمامنا هو، ميسي بقى اللي فتح نفسنا وفتح نفس الجميع الماضي، وهدفين هذا الموسم. وادي هدف لبيدري، بيدري أمامنا هنا، بيدري يسجل في هذه اللقطة. شوف أمامنا سيرجيو روبرتو الشوط الثاني يعمل 2 أسيست روعة، وبيدري يسجل أمامنا الهدف الخامس في الدقيقة 89. ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. وهضيفه فين؟ هرجع اضيفه تاني على اللحم زي ما انتوا شايفين كده. افصلي يا رولو كده على ما شوفوا كده يا حبايب. انا قفلت عشان طبعا ايه، انا شمرت عشان اعرف اعجنهم كويس ببعض واشوفهم يعني بهاراتهم عاملة ايه. هما كده ممتازين، احنا كده ما شاء الله بالصلاة على النبي كده، عشان احنا كتير طبعا. الكمية دي مش بتاعت 5-6 انفار، لا دي كمية كبيرة. كان في اخت كاتبه في التعليقات، انا بقرا التعليقات وكل حاجه، بس انا قررت ان انا اعمل ان انا مش شايفاها. هرد على حبايبي بس.